احنا اكتشفنا اجزاء من معبد للملك رمسيس الثاني بيمثل المدخل والبيلون الخاص به، ولقينا معاه قدامه قواعد اعمده ثابته، قواعد تماثيل ثابته. النهارده الاكتشاف بتاعنا جاي في ان احنا لقينا احد التماثيل اللي كانت تقف على هذه القواعد في الغالب للملك رمسيس الثاني من حجر الكوارتز، واللي بيمثله ضخم جدا حوالي 8 متر واقف بدون القعدة. والآثار نفسها هتروح المتحف المصري الكبير، في منها أجزاء معروضة في المسلة، لكن مفيش جدوى من عرضه هنا لأن الحاجات اللي طالعة على عمق 2 متر من المياه الجوفية. لا طبعا هنا التقنيات بسيطة جدا اللي هو بيشتغلوا بيها، هي عملية حفائر بينزلوا حوالي متر ونص تقريبا تحت مستوى الأرض عشان يتأكدوا من خلو المنطقة من أي أثار، وهم بيحفروا لقوا التمثال الكبير ده.